الأمة التي ينتشر فيها الشرك ويقل فيها دعاة التوحيد وإنكار الشرك أمة لا تفلح. لا بد من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لا بد من محاربة الشركيات التي تنتشر في كثير من أصقاع الأرض، ونحن الآن عندنا جوالات الشرك عندنا مخابين. لا بد أن يكون هناك دعاة للتوحيد، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. هذا هدي الأنبياء وهذه طريقة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.